قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقلنا لكم إن هذا استشكل من قوله صلى الله عليه وسلم، وبين هذا الاستشكال قول ابن العربي: اعلم أن الآدمي ليس شيطانا وأن الشيطان ليس آدميا. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان؟ اختلفوا فيه، فقالوا إنما هو شيطان أي إنما هو كشيطان، يفعل فعل الشياطين. وما فعل الشياطين؟ التشويش على المصلين وقطع صلاتهم واقتحام مناجاتهم لربهم. وهذا تشبيه عندهم، بل من التشبيه البليغ. أنتم تعلمون أن التشبيه البليغ عند أهل البلاغة هو التشبيه الذي حذف منه ركنان من الأركان الأربعة للتشبيه، حذفت منه أداة التشبيه وحذف منه وجه الشبه، كما في قول ربنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم أي كاللباس لكم، لسنا لباسا حقيقة. فيكون على هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان أي إنما هو كشيطان. وقالت طائفة: بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان أي هو بعيد من الخير. نحن قلنا إن العرب تقول عن الشيء شاطنة إذا بعد، وتقول عن البئر شطون إذا كان قعرها بعيدا، وتقول عن الحبل شطون إذا كان بعيدا ما بين الطرفين. فكذلك هذا شيطان أي بعيد عن الخير. وكيف يكون قريبا من الخير هذا الذي يمر بين يدي المصلي؟ وقال طائفة: لا، معنى إنما هو شيطان أي إنما هو شيطان الذي يأمره أن يمر بين يدي المصلي، والذي يوسوس له بأن يمر بين المصلي. إنما هو شيطان الذي يوسوس له في المرور بين يدي المصلي. وهذا يستأنس له بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. فإن معه القرين، وهذا القرين هو الذي يؤزه ويدفعه إلى أن يمر بين يدي المصلي. وقال الطائفة: بل هو على ظاهره، ويكون هذا من شياطين الإنس. ليس معنى قوله شيطان أنه شيطان من الجن، بل هو من الإنس، كما في قول ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الذي تقدم لنا في المنع من المرور بين يدي المصلي هو يختص بالإمام والمنفرد، ولا يدخل في هذا الذي تقدم لنا، يدخل فيه المأموم. فالمأموم لا يضره أن يمر بين يديه أحد من الناس. ولذلك أحيانا ترون الناس تصلي التراويح مثلا، فيريد إنسان أن يدخل إلى الصلاة وأن يخرج منها، فيمد أحدهم يده يريد أن يمنعه. ليس ذلك عليه، لأنه لا يضره مروره بين يديه. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم. وقال الطائفة والقولان عندنا في المذهب: بل الإمام نفسه سترة للمصلين. يعني لو لم يجعل الإمام لنفسه سترة، هو نفسه سترة لمن خلفه، فلا يضره. فلا يضر إذن المأمومين من يمر بين أيديهم. وسيأتينا حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أيضا أنه رضي الله عنهما قال: أقبلت على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. مع أنه مر بين يدي بعض الصف. وهذا لأننا قلنا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام نفسه سترة لمن خلفه.